الخارج كما دعلامكم بأن جميع الولايات الملكية الأردنية خالي من التدخين. كما تنرت انتباهكم بأنه يمنع استعمال السجائر الإلكترونية على مد البطارية. كما نرجو من حضرات السادة الكرام الذين يحملون السجائر الإلكترونية فصل البطاريات من هذه الأجهزة وعدم استخدام أي مصدر كهربائي على الطائرة لإعادة شحن البطارية. شاكرين لكم تعاونكم. سيدات سادتي، بعد قليل سنقوم بعرض تعليمات السلامة. نرجو حضراتكم الانتباه. أتمنى لكم حتى ممتع وشكرا. Dear guests, good morning. On behalf of your Jordanian Airlines and the One World Alliance, Captain Raed Khaled, Captain Mahmoud Qamar, Cabin Manager Khaled and his crew would like to welcome you aboard. Would like to inform you that all your Jordanian flights are now smoking. Also, would like to remind you that smoking electronic cigarettes is prohibited on board. Passengers carrying electronic cigarettes are kindly requested to detach the batteries from the device and not to use any power outlets aboard to recharge the batteries. Gentlemen, show you the safety demonstrations. Please be attached. Flaps. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. استعداداً للإقلاع، يرجى وضع الحقائب في الخزائن العلوية أو أسفل المقاعد التي أمامكم مع إبقاء الممرات والمخارج خالية. يجب ربط الأحزمة، وضع المقاعد في الوضع العمودي المعتدل، إغلاق الشاشات التي أمامكم، وإغلاق طاولات الطعام ومسند القدمين. تماشياً مع متطلبات السلامة الجوية، يرجى إغلاق الهواتف المحمولة أو تحويلها إلى وضع الطيران طوال مدة الرحلة. يمنع استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء مسير الطائرة أو أثناء الإقلاع والهبوط. لربط حزام المقعد، لإحكامه، لفك حزام المقعد. عند رغبتك بالنوم يرجى إبقاء الحزام مربوطاً بشكل ظاهر. تأكد من ربط الحزام المخصص للأطفال والذي سيقوم بتوزيعه أفراد الطاقم. في حال نقص الأكسجين ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائياً من أماكنها فوق المقعد. اربط حزام المقعد فوراً، اسحب القناع الأقرب إليك لتفعيل سريان الأكسجين. أقنعة الأكسجين في درجة كراون مزودة بشريط أحمر لتسهيل الوصول إلى القناع. عند رؤيته اسحب الشريط للأسفل، ضع قناعك فوق الفم والأنف وتنفس بصورة طبيعية قبل مساعدة الآخرين. في حال حدوث هبوط اضطراري يرجى اتخاذ وضع الانحناء إلى الأمام كما هو موضح على الشاشات التي أمامكم. مخارج الطوارئ على متن الطائرة مشار إليها بعلامات واضحة. قم بتحديد المخرج الأقرب إلى مقعدك، قد يكون المخرج الأقرب إليك خلفك. إذا كنت تجلس بقرب أحد مخارج الطوارئ، قم بقراءة التعليمات الموجودة على الملصق المجاور للمخرج. عند الحاجة سوف ترشدك الإضاءة الموجودة عند الحواف السفلية للمقاعد إلى أقرب مخرج. في حالة الهبوط الاضطراري على الماء ستستخدم الزلاجات عند هذه المخارج كقوارب النجاة. سترة النجاة موجودة أسفل المقعد أو بين المقاعد. عند سماع التعليمات أخرج السترة، وضعها عبر الرأس، اربط الشريط حول الخصر بإحكام. يجب نفخ السترة أثناء مغادرتك مخرج الطوارئ. لنفخ السترة اسحب الشريط إلى الأسفل وانفخ من خلال هذا الأنبوب. سترة النجاة مزودة بإضاءة تلقائية عند ملامسة الماء. سيقوم أفراد الطاقم بتوزيع سترات النجاة المخصصة للأطفال والتي يجب نفخها قبل مغادرة الطائرة.
يمنع تدخين السجائر العادية والإلكترونية على متن هذه الطائرة جميع دورات المياه مزودة بأجهزة الكشف عن الدخان، كما وأن العبث بهذه الأجهزة مخالف للقانون. يرجى مراجعة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيوب المقاعد التي أمامكم. سيقوم أفراد الطاقم الآن بالتحضير للإقلاع. نشكركم لانتباهكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. Flaps.
1000. Retard.